السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتطرق إلى كيفية تقسيم صفحة الصف الإلكتروني الجوجل كلاس روم بشكل مرتب، إضافة إلى كيفية تكليف الطلاب بعمل تقارير، مقالات، عروض تقديمية أو ما شابه ذلك. بداية، عندما أدخل إلى صفحة الصف الإلكتروني ستواجهني 4 خيارات كما هو موضح هنا أمامكم: ساحة المشاركات، الواجب الدراسي، الأشخاص، الدرجات. فهنا تكلمنا سابقا عن ساحة المشاركات وقلنا أنها فقط لغرض إنشاء الإعلانات أو ما شابه ذلك. كلامنا سينصب في هذه المحاضرة على كيفية ترتيب الصفحة. هذا يتم عن طريق الضغط على الواجب الدراسي، فعند الضغط على الواجب الدراسي ستظهر لنا الصفحة الماثلة أمامكم، ويوجد هنا زر معنون بعنوان إنشاء أو Create باللغة الإنجليزية. هذا الإنشاء عند الضغط عليه سيتم ظهور ستظهر قائمة: التكليف assignment، مهمة للاختبار quiz assignment، توجيه الأسئلة question، المواد material، إعادة استخدام المشاركة repost، الموضوع topic. فبداية، كوني أستاذ أريد أن أنشئ صف إلكتروني، بداية يجب أن أرتب هذا الصف الإلكتروني حتى الطالب عندما يدخل إلى الصف الإلكتروني يكون على بينة من أمره. فسبق وأن قلنا أنه أي شيء تنشره سواء كانت محاضرة أو امتحان أو واجب أو ما أشبه ذلك سيظهر في ساحة المشاركات، في هذه بالتحديد ساحة المشاركات سيظهر حسب التسلسل الزمني للنشر، وهذا يجعل الأمر مربكا حتى نبوب الأمور ونضع المحاضرات تحت عنوان المحاضرات، والواجبات تحت عنوان الواجبات، المقالات تحت عنوان المقالات، والتقارير وكذلك. أو بعض الأساتذة قد يرى أنه يريد أن يقسم صفحة الصف الإلكتروني بشكل حسب رقم المحاضرة، أي أن يقسمها بشكل lecture 1 lecture 2 المحاضرة الأولى، المحاضرة الثانية، المحاضرة الثالثة وهكذا، فيضع تحت عنوان المحاضرة الأولى كل ما يخص المحاضرة الأولى من محاضرات، وأقصد PDF أو ملف فيديو أو واجب أو امتحان. عندما ينشر المحاضرة 2 يضع تحتها كل ما يخص المحاضرة 2. فكل أستاذ له طريقته الخاصة، لكن بالنتيجة الأمور يجب أن تكون مبوبة. فبداية نضغط على إنشاء لغرض التبويب، نضغط على إنشاء ثم نأتي إلى الموضوع في آخر القائمة. هذا أبسط الأمور. عند الضغط على الموضوع ستظهر لنا قائمة، سيظهر لنا مربع حوار يقول الموضوع، ما هو اسم الموضوع اللي تريد. مثلا بالنسبة لي أريد أن أسمي اسم الموضوع المحاضرات، أو ربما أستاذ من الأساتذة يريد أن يسمي هذا الموضوع المحاضرة الأولى وهكذا. أكتب عنوان الموضوع الذي أريده ثم أضغط على إضافة. بعد هذا الأمر ستتكون عندي مجموعة من الفقرات أو مجموعة من العناوين الرئيسية. لنفترض أنا ضغطت على زر إنشاء ثم توبيك أو موضوع، كتبت المحاضرات، ظهرت عندي المحاضرات، هذا أول عنوان رئيسي. العنوان الثاني الذي أريده هو عنوان الواجبات، تأتي مرة أخرى على الإنشاء أو كرييت وأضغط على موضوع توبيك، ثم بعد ذلك أكتب عنوان التوبيك أو الموضوع هو الواجبات، سيظهر عندي الواجبات، الإعلانات وغيرها، أو المحاضرة الأولى، المحاضرة الثانية، المحاضرة الثالثة. بهذا الأمر الصفحة سوف تترتب، الطالب أو الأستاذ عندما يريد أن يرى المحاضرات أو يرى الواجبات سيكون على بينة من أمره، ما عليه إلا الذهاب إلى الواجب الدراسي ثم يتصفح ما يريد تصفحه بشكل منظم ومرتب. بعد ذلك ننتقل، هذا بالنسبة لإنشاء موضوع أو إنشاء عناوين رئيسية. العناوين الرئيسية هي المواضيع، يسمى المواضيع. بعد ذلك سنقوم بإضافة
مواد أو إما نضيف مواد سواء محاضرات أو فيديوهات أو نضيف امتحانات أو واجبات أو نضيف تكاليف بالنسبة للطلاب. التكاليف مقصود بها إما امتحان وإما واجب وإما تقرير وإما مقالة وإما عرض تقديمي. لكن نضع كل مادة من هذه المواد نضعها تحت العنوان المناسب لها من هذه العناوين التي أنا أنشأتها. الآن بعد ما أنشأنا المواضيع ورتبنا الصفحة إلى عناوين مختلفة، سنقوم بإضافة مواد لهذه المواضيع أو إضافة فقرات لهذه المواضيع. بداية محاضرة اليوم ستنصب حول إنشاء تكليف الطالب، وعلى وجه الخصوص تكليفه بكتابة تقرير، مقالة، عرض تقديمي أو ما شابه. بالنسبة إلى المقالة أو التقرير، سنقوم بالضغط على التكليف باللغة الإنجليزية assignment. طبعا نضغط على إنشاء، ستظهر لنا هذه القائمة، نختار التكليف أو باللغة الإنجليزية assignment. بهذا بعد الضغط على التكليف ستظهر لنا هذه الواجهة. التكليف يريد منك أن تكتب عنوان التكليف، هذا عنوان التكليف، مثلا التقرير رقم 1 أو المقالة رقم 1 أو العرض التقديمي رقم 1. ثم هنا بعض الأحيان بعض التكاليف تحتاج إلى بعض التوجيهات للطلاب، فممكن أن أكتب التوجيهات أو التعليمات في هذا المستطيل تعليمات. بعد ذلك أتوجه إلى إنشاء الإضافة. عادة الإضافة هذه الإضافة عادة تستخدم إذا كنت عندي ملف مسبقا سنتكلم عليه في فقرة الامتحانات أو الواجبات، فممكن أضيفه من هنا. أما إذا لم يكن لدي ملف أريد أن أنشئ ملف جديد نظيف خالي من أي شيء، فأذهب إلى إنشاء. بعد الذهاب إلى إنشاء ستظهر لي هذه القائمة. هذه الخيارات من خلالها أستطيع أن أكلف الطالب حسب أنا. إذا أريد أن يكتب مقالة أو تقرير فهو سيحتاج إلى مستند أو ملف وورد بالمعنى الدارج، فيحتاج إلى صفحات يكتب عليها. فالمستند جوجل دوكس، المستندات التابعة من شركة جوجل، تمكن الطالب من كتابة تقرير أو مقالة وتحفظ لديه في الجوجل درايف الخاص به، وتحفظ لدى الأستاذ أيضا بالجوجل درايف الخاص به. هذا بالنسبة للمقالات والتقارير، نختار المستندات هذه باللون الأزرق. بالنسبة للعروض التقديمية نحن نسميها البرزنتيشن، نختار اللون الأصفر. بالنسبة إذا كان هناك تجربة معينة وتريد من الطالب أن يدرج نتائج التجربة بشكل جدول، فممكن أن تستخدم جداول بيانات باللون الأخضر، أو هناك أيضا رسوم، بعض الأحيان نحتاج رسوم. بالنسبة للنماذج هذه سنتكلم عنها عندما في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله، عندما نتكلم عن الامتحانات والاستبانات والواجبات وما شابه ذلك. سنأخذ اليوم المستندات كمثال على البقية، لأن المستندات والعروض التقديمية والجداول البيانات تقريبا متشابهة فيما بينها. سنأخذ مثال أنه أريد أكلف طالب بكتابة تقرير. أول شيء مثل ما أسلفنا نضغط على إنشاء، نذهب للواجب الدراسي، إنشاء، بعد إنشاء assignment أو تكليف. ستظهر لنا هذه الصفحة، نكتب عنوان التكليف مثلا التقرير 1. بعد ذلك أكتب التعليمات وأضغط على إنشاء، أختار المستندات. قبل ما أختار المستندات أريد أكمل هذه المعلومات. هذه المعلومات الموجودة هنا يطلب مني تحديد الدرجة، هل هي من 100، من 20، من 50. أكتب الدرجة المطلوبة هنا. بعد ذلك تاريخ التسليم، آخر موعد المسموح للطالب أنه يسلم هذا التكليف أو التقرير. فأعطيه مثلا أسبوع. فبعد الضغط على هنا يوجد مثلث أو قائمة مزلقة، ستظهر لنا مثل الكالندر أو التقويم، فممكن أن أختار اليوم والتاريخ وحتى الوقت
فأحدد آخر موعد للتسليم. بعد ذلك نحن سبق وأنشأنا المواضيع، واجبات، محاضرات، إعلانات. لنفترض أنشأنا موضوع آخر اسمه التقارير، فهنا عند الضغط على هذا المثلث الصغير ستظهر هنا القائمة اللي يوجد فيها المحاضرات، الإعلانات، التقارير، الواجبات. فأضغط على التقارير حتى يندرج هذا التكليف تحت عنوان العنوان الرئيسي اللي هو التقارير. بعد ذلك بعدما أختار مستند ستظهر لي هذه النافذة. بالمستند هناك عدة خيارات، هذه الخيارات التي يمكن التكلم عنها الآن. الخيار الأول يمكن للطلاب عرض الملف. في هذه الحالة لا يمكن للطلاب أن يكتبوا أو يغيروا على هذا الملف، فقط ينظرون. هذا في بعض الأحيان تحتاج تعطيهم نموذج مثلا بشكل ملف وورد، فعند إضافته تريد له أن فقط يطلع عليه بدون أن يغيره، فتختار الخيار الأول يمكن للطلاب عرض الملف أي بدون تعديل. الخيار الثاني يمكن للطلاب تعديل الملف. في هذه الحالة عندما يكون هناك عمل جماعي لمشروع معين أو بروجكت معين بحيث يشترك فيه أكثر من طالب، فتختار الخيار الثاني يمكن للطلاب تعديل الملف. فأي تعديل يجرى على الملف من قبل أي طالب سيظهر عند بقية الطلاب أيضا، وهذا الخيار لا ينفع بالنسبة إلى التقارير. لماذا؟ لأن التقارير عادة نكلف كل طالب بكتابة تقرير معين، لذا نختار الخيار الأخير وهو إنشاء نسخة لكل طالب. فما يكتبه الطالب أي أو ما يكتبه الطالب ألف يختلف عما يكتبه الطالب باء، ويختلف عما يكتبه الطالب جيم. فلكل طالب كأنما سيصبح ملف خاص به، وهذه الملفات جميعها ستظهر لدى الأستاذ ويمكن أن يصححها ويقيمها ويعطيهم الدرجة عليها. بعد ذلك عند الضغط عندما يضغط الأستاذ على المستند ستظهر هذه الصفحة التي هي شبيهة بمايكروسوفت وورد. فمن خلال هذه الصفحة ستظهر صفحة بيضاء يمكن لكل طالب أن يكتب عليها. هذا في بداية الأمر عندما لا يوجد أي طالب مسلم التقرير. طبعا بعد الانتهاء من هذا كله نضغط على إما تعيين لغرض نشر التكليف فورا، وأما جدول زمني إذا أردت أنا أن أنشر التكليف للطلاب لكن بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد 5 أيام، أحدد الوقت المناسب ليظهر هذا التكليف للطلاب، أو أحفظه كمسودة لغرض التعديل عليه لغاية الوصول للنسخة النهائية القابلة للنشر. وإلغاء المسودة هو إلغاء هذا الأمر برمته. هذه الصفحة ستظهر عند الطالب عند الضغط على المقال، طبعا هنا التقرير، عند الضغط على التقرير على المستند ستظهر لديه هذه الصفحة. سيكتب له عملك وتسليم وإضافة وإنشاء، طبعا هو سيذهب مباشرة إلى هذا الملف، سيضغط عليه ستظهر لديه هذه الصفحة، فيكتب ما يريد أن يكتبه من تقرير ويكمل. طبعا أي شيء يكتبه الطالب سيحفظ لديه بدون الحاجة إلى أن يضغط على حفظ أو سيف، سيحفظ فيه في الجوجل درايف الخاص به. فيمكن أن يكتب اليوم صفحة وغدا يكمل صفحة ثانية وبعد ذلك صفحة ثالثة، وهكذا يكتمل عنده التقرير. لكن يحرص أنه عندما يكتمل التقرير يضغط على تسليم، معنى ذلك أن التقرير أصبح بصيغته النهائية وأريد أصبح جاهزا للتسليم وأريد أن أسلمه للأستاذ. عند الضغط على التسليم ستظهر له هذه الرسالة، هل تريد تسليم عملك؟ مرفق واحد مرفق سيتم تعيينه اللي هو هذا المرفق اللي الأستاذ وضعه للطالب بشكل مستند، فيضغط على تسليم. بعد الضغط على التسليم ستظهر هذه تختفي كلمة تسليم وتظهر إلغاء التسليم، معناه أن هذا تم تسليمه. هذا تم تسليمه إلى الأستاذ بانتظار الدرجة.
طبعا هنا الدرجة لحد الآن هي غير معينة، لكن يعرف الطالب أنه هي الدرجة هذه من 100. طبعا في بعض الأحيان إذا أراد أن يلغي الإرسال يستطيع بإمكانه أن يلغي الإرسال طالب. هذه الصفحة طبعا هنا نقول التقرير، حتى هذه الصفحة ستظهر عند الأستاذ عند تسليم الطالب، سيظهر له إشعار أنه طالب واحد. هذا معنى ذلك أن تيرن إن الطلاب الذين سلموا، عدد الطلاب الذين سلموا الواجب أو التقرير أو أي شيء. هنا عدد الطلاب الذين لم يسلموا، لكن أنا بما أنه لدي طالب واحد لغرض فقط التوضيح، فمثلا لو كان لدي 20 طالب، واحد من عندهم سلم التقرير أو المقالة أو الواجب، سيظهر هنا رقم واحد، وهنا سيبقى من 20 سيبقى 19 طالب. إذا صار هنا 2 هنا سيبقى 18 طالب، وهكذا سنعرف من خلال ذلك أنه كم طالب سلم وكم طالب لم يسلم. عند التصحيح أو عند تقييم التقرير وإعطاء الدرجة للطالب ستظهر هنا أيضا فقرة ثالثة هي graded. graded بمعنى مصحح، فأستطيع من خلال هذه الإحصائية أعرف كم طالب سلم وكم طالب لم يسلم وكم طالب تم تقييم تقريره. بعد الضغط على View Assignment الموجودة مسبقا بالنسبة للأستاذ ستظهر هذه الصفحة. طبعا هنا أسماء الطلاب، طبعا هذا طالب واحد أنا يعني لغرض التجربة، لكن هنا ستظهر أسماء الطلاب. فعند الضغط على كل طالب عند تسليم الطالب للتقرير أو للمقالة ستظهر هنا بشكل مربعات نفس يشبه هذا المربع، عفوا يشبه هذا المربع، هذا عمل كل طالب. فعند الضغط على أي من هذه المربعات لنفترض على هذا المربع ستظهر لي هذه الصفحة. هذه الصفحة بعد أن تظهر لا أحتاج إلى أن أعود مرة أخرى للضغط على مربع آخر لإظهار طالب آخر، لأن التقارير ستظهر عندي ممكن أتصفحها بالاستفادة من هذه الأسهم يمين ويسار. كل ما أضغط على السهم سينقلني إلى عمل الطالب الآخر، هنا الطالب السابق أو اللاحق. وهذه أيضا عندما الضغط عليها ستظهر لي قائمة بالطلاب الذين سلموا التقرير، فيمكن أختار أي طالب وأقوم بتصحيح أو تصفح تقريره، بعد ذلك أعطيه الدرجة أو إذا عندي بعض التعليقات أضيفها هنا، وأضغط على رتيان. عند الضغط على رتيان معنى ذلك أنه الدرجة والتعليق ستذهب إلى الطالب. في بعض الأحيان أنا أصحح التقارير أو المقالات لكن لا أضغط على رتيان، فأقوم بتصحيح 5 أو 6 تقارير، بعد ذلك أضغط على رتيان Multiple Submission يعني أعطاء الدرجة مرة واحدة لكل الطلاب. فمثلا إذا أراد الطالب أن يعرف درجته ما عليه إلا أن يذهب إلى التقرير ويضغط على هذا المستند، أو عفوا يضغط على عرض المهمة الدراسية، ستظهر لدي هذه الصفحة وتكون درجته موضحة مبينة هنا بعد تصحيحها من قبل الأستاذ، ويضغط هنا وتظهر له إشعار أنه تمت إضافة درجة. طبعا هنا أي تعليق يكتبه الطالب هنا سيظهر للجميع، لجميع الطلاب والأساتذة الموجودين في هذه المادة، أما إذا كتب تعليق هنا فسيظهر فقط للأستاذ. طبعا نود أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي عند كتابة تقارير أو مقالات أنا أصحح هذه أو أقيم هذه التقارير أو المقالات على ضوء عدد من المعايير، فيمكن أن نضيف هذه المعايير عن طريق القواعد الأساسية روبريكس. طبعا القواعد الأساسية هي عبارة عن معايير، يعني القاعدة الأساسية، كل قاعدة أساسية هي معيار معين. لنفترض أن هذه المقالة أو التقرير أنا أصححها أو أقيمه على أساس مدى ترتيب الأفكار، مدى استخدام قواعد اللغة،
ومدى دقة المعلومات. فلدي ثلاث معايير لكل معيار، مثلا ترتيب الأفكار، أنا أعطي للطالب 30 من 30 إذا كان ترتيب الأفكار بشكل ممتاز، إذا كان ترتيب الأفكار جيد فأعطيه 20 من 30، وإذا كان ترتيب الأفكار عنده ضعيف فأعطيه 10 من 30 على سبيل المثال. وبقية المعايير من استخدام اللغة ودقة معلومات نفس الشيء. فما علي إلا أن أضبط على القواعد الأساسية وأضبط على إنشاء قواعد التقييم. طبعا من خلال هذه الصفحة ممكن أن أضيف معيار، لأن عندنا ثلاث معايير الآن: دقة المعلومات ترتيب الأفكار واستخدام اللغة ودقة المعلومات. فهذا نكتب هنا فرضا ترتيب الأفكار، ترتيب الأفكار هذا المعيار الأول. ضمن المعيار الأول شنو عندي؟ عندي ممتاز، طبعا هنا ممتاز اللي درجته مثلا، عفوا هذا هنا النقاط 30 اكتب ممتاز، عنوان المستوى هو ممتاز. اضغط على هذا الزائد سيظهر لي مربع اخر بجانبه، فاكتب 20 جيد. هذا الوصف اختياري، ممكن ان تكتبها او لا تكتبها نفس الشيء. وهنا ايضا اضيف 10 اكتب ضعيف. اكملت المعيار الاول، اريد اضيف معيارا اخر فاضغط على هذا الزائد، اضيف معيار سيظهر لي بالضبط نفس هذا الذي عملناه مع المعيار الاول. ايضا اضيف درجات واضيف النقاط اللي هي الدرجات واضيف العناوين، عناوين هذه المستويات. فتصبح لدي ثلاث معايير، كل معيار فيه ثلاث مستويات. طبعا ممكن إضافة أكثر من ثلاثة أو أقل من ثلاثة معايير، وأيضا ممكن اعتماد أكثر من مستوى، أقل من ثلاث مستويات، أكثر من ثلاث مستويات. أنا أخذت ثلاث مستويات فقط لغرض التوضيح. بعد إكمال هذا الشيء ستظهر لي بهذه الصورة. فهذه تمثل القواعد الأساسية أو معايير التقييم: ترتيب الأفكار، استخدام قواعد اللغة ودقة المعلومات. أما هذه باللون الأزرق فهي تقييمات كل معيار: ممتاز درجته كذا، جيد درجته كذا، ضعيف درجته كذا. هنا ممتاز درجته كذا وكذلك. طبعا هاي ممتاز جيد ضعيف ممكن أنا أتحكم به، يعني مو شرط أنه نفس هذه الألفاظ أنا أستخدمها، أي لفظ ممكن أنه تستخدم. طبعا هنا كل معيار راح يظهر أنه الدرجة الكلية أو أعلى نقاط هي شنو؟ 30 درجة، 30 درجة هنا، 30 درجة هنا، 40 درجة. فعند الجمع هنا ستظهر 100 درجة. طبعا الطالب من 30 قد يأخذ 30 من 30، قد يأخذ 20 من 30 أو 10 من 30، فتنجمع وتظهر الدرجة من 100. هذه جدا مهمة بالنسبة للتقارير والمقالات، طبعا يمكن الاستغناء عنها لكن تساعد الأستاذ كثيرا عند التصحيح. طبعا هذه الواجهة ستظهر للطالب بعد إنشاء المعايير من قبل الأستاذ، ستظهر هذه الواجهة عند الطالب، ستبين لديه هذه المعايير. وبعد هاي طبعا قبل التصحيح من قبل الأستاذ، بعد التصحيح عندما يريد الأستاذ أن يصحح يضغط مثل ما أسلفنا، يضغط على المستند فتظهر له هذه النافذة. هذه النافذة لم تكن موجودة من قبل، لأننا لم ننشئ معايير للتقييم، لكن بعد ما انشأنا ستظهر هذه النافذة. فعند الضغط على اي مستطيل من هذه المستطيلات، طبعا كل مستطيل يمثل درجة، فاني اقرأ التقرير اشوف دقة المعلومات، انطي مثلا 20، هذا انطي مثلا 10، هذا مثلا 30، يعني راح يكون هاي مثلا 10 وهاي 20 وهاي 30، هنا مثلا عندي ايضا 10 20 30، هنا عندي 20 30 40، انا هيك مسويها يعني قواعد اللغه زين. فمن اضغط هنا راح تنجي معاده الدرجه النهائيه بدون ما الاستاذ انه يتعب ويكلف نفسه. بعد تصحيح هذا الطالب اضغط على رتين ترجعه للدرجه، او بدون ما اضغط على رتين انتظر لغايه اعلان الدرجات فيما بعد. بعد ذلك اضغط على الطالب الاخر
وأيضا نفس العملية، وأضغط مرة أخرى ستظهر لي عمل الطالب الآخر وأصحح له. بهذه الطريقة ستكون الأمور مرتبة وجيدة. بعد تصحيح التقرير من قبل الأستاذ ستظهر هذه الصفحة للطالب، ستظهر هذه التقييمات واضحة أمامه، والدرجات واضحة أمامه أيضا، ودرجة الكلية للعمل الذي هو أو للتكليف الذي كلف به. شكرا لكم، وإلى محاضرة أخرى بإذن الله تعالى، ودمتم طيبين.